si les llega un correo electrónico donde les acusan de un delito y les piden que acudan al juzgado. Este que vamos a ver aquí es el documento. Tiene... السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. الخط في هذا الفيديو هذا غادي نتكلم معكم في جوج ديال المواضيع. الموضوع الأول اللي السلطات الإسبانية تكلمت عليه هي أن دعوة قضائية وصلت لعدد كبير ديال المواطنين وممكن توصل لكم حتى أنتم، إما تقدر توصل لك في الواتساب أو لا توصل لكم في البريد الإلكتروني ديالكم يعني الجيميل. هاد الدعوة القضائية ممكن بأن توصل في الاسم ديالكم بأنكم ارتكبتوا واحد الجرم وكيتسناكم إما السجن أو غرامة مالية يعني اللي غادي تكون كبيرة وكبيرة بزاف. غادي نوضح لكم كيفاش خصكم تتعاملوا مع هاد الدعوة القضائية اللي ممكن أنها توصلكم والسلطات الإسبانية كيفاش وضحات يعني هذا الامر هذا اللي هو الان ينتشر كالنار في الهشيم وبزاف ديال الناس خايفين وفيهم رعب كيفاش وصلتهم دعوه قضائيه وهما ما دايرين والو. غادي نوضح لكم بالتفاصيل. كذلك الخوت ممكن بان يعني انهم يديروا عقود ديال العمل بسميتكم وتخلصوا نتوما فلوس صحيحه الى يعني حاولوا انكم تفرجوا في هذا الفيديو باش غادي نوضح لكم بالتفاصيل. الخوت في الخبر الثاني هي يعني رحله جويه طائره كانت جايه من طنجه لبرسلونه، يعني الركاب ديالها عاشوا ساعة في الجحيم وكادت يعني أن تنقلب لولا لطف الله عز وجل. وغادي نوضح لكم إمتى كانت هذه الرحلة وعلى شنو الأسباب. شفنا في هذه السنوات في هذه الأيام الأخيرة عفوا يعني بزاف ديال الرحلات كيوقع عليهم هذا الشيء والركاب خاصة ما بين المغرب وإسبانيا يعني دائما كيجيو في رعب وفي فزاع. وغادي نوضح لكم بالتفاصيل السبب علاش. إذا الخوت ما تبخلوش علينا قبل ما نبدا بالخبر الأول والتفاصيل ديالو باللايكات بالبارتاج. راه في هذه الفيديوهات الأخيرة اللايكات نقصوا شويه لتشجيع الفيديو على الانتشار. وما ننساش الخوت نذكركم بواحد القناه الله يجزيكم بخير، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في اول تعليق ولا في صندوق الوصف. هي قناه ديال وصفات صحيه كنفيدكم بانكم تدخلوا تتبعوها وتشتركوا فيها. انا اول مره كندعيكم انكم تشتركوا في شي قناه لاول مره لانها قناه فيها الافاده وواحد الاخت يعني تبارك الله كدير بزاف ديال المعلومات فطلبت مني ان نقولها لكم وانا كنقولها لكم. الخوت دخلوا عندها وقولوا لها حنا جينا من قناه مصطفى الباردو راه كتعطي معلومات واعرين حقيقه. اذا الخوت نبداو على بركه الله بالخبر الاول اللي هو دعوة قضائية ممكن توصلكم في الجيميل ديالكم في الواتساب ديالكم. نخليكم مع الروبورتاج ورجع نوضح لكم بالتفاصيل. Alerta de la falsa citación judicial. Cuidado si les llega un correo electrónico donde les acusan de un delito y les piden que acudan al juzgado. Este que vamos a ver aquí es el documento. Tiene firmas falsas. Les van a ofrecer pinchar en un link para pedir su cita judicial y resolver el problema. Si lo hacen, están perdidos porque les van a robar sus datos. Estamos trabajando en el ordenador y nos llega un correo electrónico. Es una citación judicial. Nos dicen que hemos cometido un delito de robo agravado. Te lo puedes llegar a plantear, ¿no? Si es de verdad o no. Un documento cuidado al detalle. Está bien hecho, ¿te lo crees? Pero que en ningún caso es real. ¿Qué es lo que consiguen con esto los ciberdelincuentes? Pues asustarte y que contactes con ellos inmediatamente. Los phishing me han llegado al correo de la empresa, al correo personal. Acusan a la víctima de graves delitos. Se amenazan con ir a prisión y te piden que pagues una multa de miles de euros. Me asustaría porque yo qué sé, a veces te metes en una página web y se te abre rápido. La trampa es este link. ¿A ti te llega esto? ¿Y qué es lo primero que piensas? Pinchar, ¿no? El enlace. Al que en ningún caso se debe acceder. ¿Qué es lo que buscan? Captar tus datos. Se los van a vender a otras organizaciones criminales o incluso formalizar un contrato a tu nombre. Porque te arriesgas a que te roben todos tus datos, incluidos los bancarios. نعم الإخوان، كما شفنا في الروبورتاج السلطات الإسبانية تحذر من هذه العمليات اللي ولات كثيرة وكثيرة بزاف ولات كتخرج على السيطرة، لأن هاد المجرمين هادو كل مرة كيخرجوا بطريقة مبتكرة اللي كيستفزوا بها المواطنين واللي كيخلعوا بها الناس يعني وكيحاولوا أنهم ينصبوا عليهم. وشنو هو الهدف ديالهم غادي نوضحوا لكم. أول حاجة كيفاش كتم هاد العملية باش حتى لو وصلتكم حتى أنتم ما تخلعوش، لأنهم أكثرية هاد المجرمين كيستهدفوا يعني المهاجرين، الجاليات المقيمه هنا، الجاليات ديال المهاجرين المقيمه هنا في اسبانيا. لان علاش؟ كيعرفوهم، كيخافوا على وريقاتهم، كيخافوا يعني من القضاء، كيخافوا انه توسخ ليه الدوسي ديالو، فلذلك كيستهدفوا هذه الفئه هذه. وكذلك انها ما عندهاش علم يعني باللغه او بالقانون هنا في اسبانيا مزيان. فاش كيديروا؟ كيشيفطوا لك في البريد الالكتروني ديالك، كيصيفطوا لك في البريد الالكتروني ديالك، في الواتساب ديالك، في الجيميل، في الجيميل ديالك، في ميسنجر ديالك، في انستغرام ديالك، دعوة قضائية ممكن أن توصلوا أكثر كيصيفطوا في البريد الإلكتروني دعوة قضائية. ممكن بعض المرات كيدخلوا هاد المجرمين كيتجسسوا على الاسم ديالك شنو هو والكنية وكيكتبوا لك دعوة قضائية بالاسم وبالكنية ديالك. بعض الأحيان ما كتكونش سميتك وكنيتك، لكن اش كيكتبوا لك في الدعوة القضائية؟ بأن المحكمة الإسبانية كتستدعيك تحضر لأنك سجلوا عليك شي جريمة، وكي
هما كيتعاملوا كفرقوا الجرائم كما بغاو. الا شافوك مثلا مهاجر كذا كيقدروا يديروا لك السرقه، وراه عندنا بان كم غرافي السرقه الى اخره، وكيقولوا لك الا بغيتي تواصل وتاخذ سيتا في المحكمه باش تجي تشوف هذه الجريمه هذه اللي عندك، لان ممكن كيهدوك بان هذه الجريمه هذه في ذاك الاستدعاء ديال المحكمه بان هذه الجريمه راه ممكن تدخل بها الحبس او ممكن انك تخلص غرامه كبيره وكبيره بزاف. لذلك الا بغيتي الحل ورك على هذا الرابط هذا باش تاخذ موعد في المحكمه وتجي تشوف هذا المشكل هذا ونحلوه معك. فانت بداك الخلعه بداك انك شفتي ورقه ديال المحكمه بلونتيتي يعني الفوق ديال بداك اللوغو ديال المحكمه بالدوله الاسبانيه لاخره، كل شيء مزور كل شيء كذوب كل شيء يعني نصب. لكن انت ملي كتشوف داك الشيء وكتشوف دعوه قضائيه وكيقول لك ورك على هذا الرابط كتمشي ديريكت وممكن تورك على داك الرابط، والالاف السلطات الاسبانيه كتقول بان الالاف اللي كانوا ضحايا وكتحضر الان باش ما يطيحوش الاف اخرين في هذا المشكل هذا. فكتورك انت الوقت ملي كتورك كتعطي كتعمر واحد الورقه فيها المعلومات ديالك كامل المعلومات الشخصيه. بداك المعلومات الشخصيه هذه الشبكه الاجراميه جديده، علاش؟ ممكن بان بداك المعلومات ديالك يفيرميو كونتراتوس اما ديال شي شراء ديال شي قرينه كحله شي سياره شي كوموند يشريوه من شي بلد اخر بالاسم ديالك ويجيو خصك تخلص حتى الفاكتوره، او شي شركه يعني ممكن يشريو بزاف ديال الحوايج من هنا بالاسم ديالك بالكونترا، وانت كتولي بداك الكونترا اللي هما زوروها عليك انت ملزم امام القانون انك تثبت بانك ماشي انت ما عندكش كيفاش تثبت، او لا انك خصك تكلف بالمصاريف وتدفع الفلوس الصحيحه متفقين. او ممكن انهم يستخدموا المعلومات ديالك في افعال اجراميه، يديروا ماشي فعل اجرامي ويديروك انت اللي درتيه. فالسلطات الاسبانيه كتحضر من هذه العمليات، لذلك نحن كذلك جينا نوضحوها. كذلك الخوت ماشي فقط في هذا الامر هذا، ممكن انهم ياخذوا حتى المعلومات البنكيه ديالك عن طريق ذاك الرابط، وياخذوا حتى التصاور ديال التليفون ديالك تجسسوا يلوحوا لك شي فيروس عن طريق ذاك الرابط وياخذوك التصاور ومن بعد يستفزوك. ممكن انه ياخذوا المعلومات البنكيه وياخذوا لك فلوسك، ممكن بانهم يعني يديروا بزاف ديال الاجراءات الاجراميه اللي كتحضر منها السلطات الاسبانيه بهذا الامر. شو مساخيط على المجرمين هاد النصابه على ذكاء عندهم، كيمشيو لشي حوايج اللي كيستفزوا بها كلشي غادي توصلوا، يعني استدعاء ديال المحكمه ديال القضاء الاسباني غادي يخاف وغادي يمشي يوراك ديريكت على الرابط. انا راني ما درت والو كيفاش المحكمه كتعيط ليا، غادي تورك على الرابط تما فين كياخذوا جميع المعلومات ديالك. لذلك كنشكروا السلطات الاسبانيه على التواصل ديالها وعلى انك توعي المواطنين. لذلك حنا كقناه كنجيو نوعيكم حتى حنا بدورنا، والله يجزيكم بخير اللايكات والبارطاج باش توصلوا المعلومه للجميع وما يطيحوش الجاليه المغربيه في هذه الامور، لان كما قلت لكم هما كيستهدفوا المهاجرين بكونهم يعني ما عندهمش اللغه مزيان وبكونهم يعني كيخافوا على وريقاتهم وعلى انهم متوسخين بالدوسي. الخوت ندوزو الى الخبر الثاني، ندوزو الخبر الثاني اللي هو ركاب رحله طائره اخرى، يعني كل تقريبا الشهر اللي داز كانت طائره عشان كانت غادي تطيح الله يستر، كانت جايه وحده من الدار البيضاء عشان حتى هي وحده كانت تنزل في طنجه حتى هي يعني حولات ومشات نزلت في مكناس لان الرياح الى اخره. الان ركاب رحله بين طنجه وبرشلونه يعيشون ساعه في الجحيم. قبل الخوت ما نذكر الخبر كنبغيش نتشاد مع المشاهدين ديالي اللي كينتقدوا الى اخره، بعض الاخوان ملي كنجيبوا شي خبر هكا يعني كنحضروا المشاهدين بشي حاجه كنلقاه في الكومونتير مصطفى كتخلعنا كدير لينا كتهذا. يا خوتي واش دابا الطائره هذه اللي جايبه ركاب وهي خارجه في جميع الجرائد، وانا كنجي كنوضح للمشاهدين ديالي اللي كيتابعوني كنوضح لهم بالتفاصيل الى اخره، واش انا اللي صنعت الخبر؟ واش انا اللي درت هذا الحادث هذا؟ واش انا اللي الطائره قلت لها طيح؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما كنلقى شي كومونتيرات بعد مرات وكذا، وهذيك بحال هذوك اللي لقاهم كيخروضوا في الاوراق وفي شهاده السكن وكذا، ومصطفى كتخلعنا بهذ الاخبار. والخوت راه الخبر هذا راه شنو بغيتو نجيو نديرو على القناة ديالنا؟ شنو هي قناة إخبارية؟ قناة معلومات. واش بغيتو نجي ندير لكم كوميديا ولا نجي عفوا ندير روتيني اليومي؟ مايمكنش، راه القناة إخبارية، راه كنجيبو الحاجة الزوينة وحاجة خايبة، حاجة خايبة كنوضحوها لأنها وقعت، حنا كنقلو الخبر ماشي كنصنعوه. فالله يجزيكم بخير حتى نتوما شوية في الكومونتير شي وحدين يكونوا معنا منطقيين، ولكن لكم الحريه، لي كومونتير هي ديالكم وانا كنقراها كامل وكنحترمكم كاملين، اللي كينتقدني واللي معايا واللي حقيقه هذه قناتكم، انا راه بحال الموظف يعني بحال اللي كنحاول نوصل لكم معلومه. واخا الخوت شنو وقع لهاد الطائره هذه وعلاش؟ غادي نذكر لكم الاسباب. عاش ركاب طائره تربط
بين مطار طنجة وبرشلونة الإسبانية لحظات عصيبة صباح يوم الجمعة 8 ديسمبر يعني دجنبر يعني هذه الجمعة هذه بسبب رياح هوائية قوية تسببت في ارتجاجات خطيرة بالطائرة. وحسب المعطيات المتوفرة فإن الرحلة رقم 30377 التابعة للشركة العربية للطيران أقلعت من مطار طنجة حوالي الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة قبل أن تصادف مطبات هوائية قوية تسببت في ارتجاجات خطيرة ببدن الطائرة. يعني الطائرة كانت طائرة وكانت رياح قوية نعم في السماء ديال إسبانيا فالطائرة بدأت كدير ارتجاجات خطيرة حسب الصحافة وحسب الناس اللي عاودوا للصحافة. ارتجاجات خطيرة خلات الركاب مساكن من الجالية المغربية كيقفقفوا وكيشهدوا وكيطلبوا الله عز وجل بالسلامة وأنهم يوصلوا على خير وبخير. شنو وقع من بعد؟ واخا بدن الطائرة حيث هوت بقوة قبل أن يسيطر عليها الربان. دائما تبارك الله الربان المغاربة يعني هزين درابو المملكة المغربية دائما كيتحكموا في الطائرات ديالهم. وقد عاش ركاب الطائرة لحظات رعب لا توصف حيث بدأ المشكل بعد حوالي ساعة من الإقلاع حيث بدأت تظهر اضطرابات واضحة في توازن الطائرة. الطائرة بدأت مبقاش عند التوازن ولات كتلعب بسبب الرياح القوية وبدأت كدير شي حركات يعني خطيرة وغريبة بسبب ضغوط ديال الرياح. لكن يعني الربان ديال الطائرة تبارك الله ذكي وقوي عرف انه كيفاش يتحكم في الطائرة. اشنو وقع من بعد مصطفى؟ مما تسببت في حالة من الخوف والقلق والرعب. نورمال الخوت راه اللي كان راكب زعما في الطائره الله يحسن عوانه راه كتشوف الموت بعينيك حتى في الريح في الهواء. لدى الركاب خاصه بعد اعلان الربان الربان قال لهم حنا كنواجهوا صعوبات وكذا في التحكم في الطائره. فمساك اللي راكبين ملي قال لهم الربان وما كيشعروا بداك الشيء ولكن ملي جات قال لهم الربان قالوا صافي ان الله وانا اليه راجعوا لكن القوه الالهيه الله عز وجل انقذ خوتنا يا المغاربة. وتمكنت الطائرة من نزول سالمة بمدرج مطار برشلونة بعدما تمكن الربان من السيطرة عليها وتخطي المطبات الهوائية. كنشكروا الله عز وجل أنه نقذ خوتنا من هاد الحادث اللي كان ممكن أنه يعني يكون خطير وخطير. وكنشكروا حتى الربان ديال الطائرة اللي تبارك الله يعني كفوء. علاش مصطفى كيوقع ما جاوبتيناش؟ علاش كيوقعوا بزاف ديال الحوادث ما بين المغرب واسبانيا في الرحلات الجويه؟ لا الخوت شوف الرحلات البحريه متفق معكم كانت شركه يعني متهالكه بالتقرير ديال اسبانيا بالتقرير ديال السلطات المغربيه كانت شركات مغربيه متهالكه كان عندهم البواخر ديالها يعني كما كنقولوا الخور ذاك كانوا كيهزوا فيها الجاليه. اما الرحلات الجويه الخوت الرحلات الجويه الطائرات حقيقه جميع الاساطيل للعربيه الطائره جميع الشركات فهي مزيانه حقيقه ويعني ما نقولوش بانها خرده ولا شي حاجه فالشركات مزيانه. علاش كتوقع هذه الحوادث؟ هذه الحوادث كتوقع بسبب الظروف الجويه اللي يعني في شهر 11 شهر 12 شهر 1 دائما كيوقعوا هذه الحوادث دائما يعني كيكون الرياح قويه. شنو هو اللي خصو يدار الجاليه المغربيه قبل ما تقطع الطائره؟ انا كنفضل الناس اللي ما كتبغيش تعيش هذه الوضعيه هذه قبل ما نقطع الطائره ندخل نشوف الرياح قوه الرياح في المسار ديال الطائره ديالي. قوه الرياح مثلا في برشلونه اللي كنت غادي نجي في برشلونه نشوف قوه الرياح النهار ديال الطائره ديالي ونشوف قوه الرياح من المدينه اللي غادي نطلق منها الدار البيضاء مكناس فاس قوه الرياح كلشي الان في التليفون دخل وشوف قوه الرياح. شفتي بان الرياح قويه؟ شفتي بان نشره انذاريه في ديك المنطقه كتعطيها يعني الارصاد الجويه وانت مقطع الرحله ديالك فخصك تعرف بان راه ممكن ان يتعرض لهذ الامور ممكن بان تكون رياح قويه والشتاء وكذا والطائره تعرض لهذ الامور الخطيره. اذا حاولوا انكم نتوما قبل ما تقطعوا الطائره ديالكم حاولوا انكم تشوفوا هذ الامور. وانا كنتمنى حتى من الشركات يراعيوا الارواح ديال الجاليه المغربيه ملي نشوفوا كشركه لان الشركه عندها معلومات ديال الارصاد الجويه ملي تشوفتها كشركه بان في ديك المنطقه كاين تحذيرات يعني رياح قويه وكذا ممكن تحدث بحال هاد الحوادث الخطيره فتجنبوا الغيو داك الرحله قولوا للزبناء ديالكم بان الرحله الغيات لاسباب يعني رياح قويه الى اخره ونغيروها ما نخليوش الجاليه تعيش هاد الظروف. وحبكم في الله خلونا الاراء ديالكم الخوت الى اللقاء تصبحوا على خير.